مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء الذي نسلط من خلاله الضوء على الكثير من الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية وأيضا الدينية. تابعونا في حلقة اليوم. المصلين هم أهل المسجد، إذا رأوا من الإمام تقصير أو من المؤذن تقصير، هذه أمور بينهم ترجع بهم، يتفقون على هذا الأمر. إذا ناصحوا هذا الإمام أو ناصحوا هذا المؤذن ورأوا منه إن شاء الله يعني تعديل لهذا الأمر، فيعني الحمد لله. أما إذا رأوا لا يعني أنه لا يوجد استجابة واستمر هذا الأمر، سواء في التخلف عن الصلاة أو التأخير عن الصلاة المستمر أو يعني أي أمر يعني يخالف ميثاق المسجد، لهم الحق أن يذهبون إلى الإدارة ويقدمون شكوى بهذا الخصوص، وتتخذ الإدارة الإجراء المناسب، سواء بتغيير أو نقل الإمام أو المؤذن إلى مكان آخر أو أيا كان الإجراء، يعني حسب الشكوى الموجهة إلى الإمام والمؤذن، وهذا حق أصيل للمصلين، يعني ما ينازعهم في أحد. نحن يعني أخي ما يعني لا نفرط في حق لنا ثم نقول ما نستطيع وتبقى المشكلة قائمة. يعني إمام كويتي على عيننا وعلى رأسنا وجنب المسجد وكذا، لكن لا يقوم بواجباته، الجيرة شيء والعمل شيء آخر، والمسجد يعني مثل ما تفضلت هو بيت الله سبحانه وتعالى، ورجل يتقاضى أجره على هذا العمل. فبالعكس هذه ميزة، حينما يعطى الإمام بيته أو المؤذن بجانب المسجد هذا أسهل لعمله وميزة له. ونريد يعني الوزارة تريد أن تسهل على يعني الأئمة والمؤذنين، يعني بيته قريب أنا أبعده إلى مسجد بعيد أشق عليه في عمله، لكن لما يكون بيته قريب هذه من الميزات التي يتسابقون عليها. لكن إن قصر أنتم هذا دوركم، دور المصلين، يتعاونون على البر والتقوى يا شيخ، يتعاونون على هذا الأمر، نناصح أخينا، نوجهه لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفع فيه أو يهديه إلى يعني سواء السبيل هو أو المؤذن. ولكن إن قصر أو أصر لا، الإدارة فيه لائحة، يقدم شكوى على الإمام بتقصيره ويتخذ الإجراء لو كل يعني مصلي. ولكن لا يكون هناك أيضا أهواء من المصلين، أيضا هذه يمكن بعد إجابة على أن هناك أهواء من المصلين يريد شيء في باله وينقسمون المصلين، هذا يقول كذا وهذا، وهذه لا تخلو كثيرة. يعني بعض الأمة يعني من كثرة يعني المشاكل يعني والانقسامات هو يطلب النقل، يقول أنا لا أريد هذا المكان. فهذا الأمر مثل ما قلت لك الأصل فيه المصلين، إذا توافقوا على أمر معين وكانوا متفقين ومتوافقين يكون لهم تأثير قوي جدا على الإمام. إذا رأى الإمام أو المؤذن توافق المصلين واجتماعهم على يعني كلمة واحدة وكذا، يكون الرأي لهم والكلمة لهم، وبإذن الله تعالى يعني ينقاد معهم إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الهدف من هذه الجولة أولا هي تفقد بيوت الله سبحانه وتعالى، سواء من ناحية وجود الأئمة والمؤذنين والذي يعني العاملين على خدمة المساجد، وأيضا إذا كان هناك شيء في صيانة المساجد ما تحتاج إليه من صيانة. فكان الدكتور العفاسي وزير الأوقاف جزاه الله خير مهتم جدا بمدينة صباح الأحمد وما يتعلق بوزارة الأوقاف في جميع القطاعات، سواء قطاع المساجد أو الدراسات الإسلامية أو شؤون القرآن. فكلفنا مشكورا بزيارة ميدانية لهذا الأمر ورفع تقرير فيما يعني يحتاج إليه أهالي
المدينة. الحمد لله رب العالمين، يعني لمسنا أن هناك يعني ما يقارب 47 إلى 48 مسجد تقريبا تم استلامها من الإسكان، استلمتها وزارة الأوقاف من الإسكان، وتم تسكير جميع هذه المساجد بإمام إمام ومؤذن أو إمام، وأيضا العاملين اللي هم عاملين النظافة، يعني أغلب المساجد يوجد فيها عاملين، وتجهيزها تجهيز كامل اللي يكون المصلين بإذن الله تعالى يؤدون هذه الفريضة العظيمة في بيوت الله. فالحمد لله الجولة كانت جيدة وما رأيناه شيء إن شاء الله يثلج الصدر، وأيضا الأخوة المصلين يعني الحمد لله يعني يجدون الراحة في أداء هذه الفريضة، وما زلنا مستمرين في هذه الجولة، ويعني الكمال لله سبحانه وتعالى، إن كان هناك نقص أو كان هناك تقصير فيعني إن شاء الله يستدرك ويكمل بإذن الله تعالى. وهذه يعني توصيات مباشرة من معالي الوزير في هذا الأمر إلى مكتبه مباشرة حتى يتم إنجاز كل يعني نقص يكون موجود في المساجد. نريد أن نخرج الآن من الشكل النمطي أو الروتين، يعني الآن هو يعني وقت الإنجاز السريع، ويعني الحكومة أو الوزراء الآن أو الشباب يعني هم نفسهم هم من يعني من المجتمع ومن الأهالي يتلمسون الحاجة ويريدون إنجازها يعني بأسرع وقت. لا شك أن يعني هناك إدارات للمساجد وكل قائم بدورة، ولكن هناك دورة ويعني وقت طويل حتى يصل يعني تصل هذه الخدمة إلى الأهالي أو المصلين الوطن. ولكثرة يعني المساجد، مثلا محافظة الأحمدي يوجد فيها حوالي أكثر من 400 مسجد، فهناك ضغط كبير جدا على هذه الإدارة، ولكن يعني الوزير يريد أن يتلمس فعلا حاجة الناس وإنجازها يعني. وهناك فرق موجودين في مكتب الوزير أو يعني لجان لبحث هذه الأمور وسرعة إنجازها. هو الهدف هو سرعة الإنجاز، سرعة الإنجاز في هذه الإشكالية إذا كانت موجودة، أو إيصال الحل لصاحب الحاجة. لذلك بدأ الوزراء يعني نراهم في يعني في الحكومة، أن بدأ الوزراء فعلا مباشرة يتواصل مع صاحب الحاجة، صاحب المشكلة، مع الأهالي. وهذا بالعكس يعني رؤية جديدة وناجعة نراها في حل الأزمات. يعني النقص بشكل نقص يعني إلى الآن لم نجد نقص، ولكن المدينة هي ما شاء الله يعني مدينة كبيرة فيها أكثر من 70 مسجد بالإجمالية، لكن نحتاج إلى يعني هو النقص يوجد في الأئمة أو المؤذنين، وهذا الأمر يعني الآن بدأ في حله يعني اقتراح من وزير الأوقاف دخول المتقاعدين من الكويتيين، الذي يعني يريد الإمام المتطوع يعني فتح لهم المجال حتى نسد هذه الثغرة. يعني هناك طلب وحاجة كبيرة في وزارة الأوقاف للأئمة والمؤذنين، خاصة في هذه المناطق، سواء المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية. وأيضا يعني يوجد إن شاء الله بإذن الله تعالى هناك خطة لوضع مثلا حافز لهذه إن شاء الله المناطق، حتى يعني تكون دافع لبعض المؤذنين أو الأئمة أنهم إن شاء الله يعني يتواجدون في هذه المناطق. نعم يوجد الحمد لله يعني في وزارة الأوقاف إدارة هي إدارة الدراسات الإسلامية، تقوم ب يعني أو بإعطاء الدروس سواء الشرعية، ويوجد أيضا الأترجة هي إدارة أيضا لتحفيظ كتاب الله. وأيضا في قطاع المساجد هناك اختبار لدخول الأئمة أو المؤذنين، وأيضا المقابلة الشخصية، حتى يعني يوجد ضوابط ومعايير لهذا الأمر. إذا دخله هذا الشخص المتقاعد وتجاوز هذا الأمر يكون فعلا مؤهل أن يقوم بهذا الأمر العظيم اللي هو الأذان. وأيضا وضع له أيضا من باب التحفيز مكافأة
وللعلم والله كثير من المتقاعدين هم يعني يرغب بهذا الأمر لوجه الله تعالى محبة في فريضة الأذان أو شعيرة الأذان. فباب الوزير مفتوح، وأيضا مكاتب وزير الأوقاف مفتوحة لاستقبال الشكاوي أو استقبال. والآن نحن في عصر يعني أنتم تعلمون يعني السوشيال ميديا تصل الرسالة لأكبر مسؤول في الدولة، يعني الحمد لله، يعني هذا أمر جيد أن يصل صوت الناس كلهم إلى المسؤولين. ولكن بالنسبة للاستقبال المباشر سواء للشكوى أو للحاجة فباب الوزير مفتوح، والدليل على ذلك وجودنا اليوم في هذا المكان بعد أن وصل بعض الإخوة وطلبوا بعض الطلبات، تم التوجيه مباشرة من مكتب الوزير إلى المدينة للنظر في احتياجات المنطقة واكتمال ما كان هناك من نواقص. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.